ما هو التوحيد؟ توحيد شيء؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى. توحيد الرب العالمي فرد بقري تك بقري بما يختص به. شو الرب العالمي رح علاقة هي تويض الرب العالمي تك بقري من الربوبية إج ربوبياتي والألوهية إج ألوهياتي والأسماء والصفات إج أسماء والصفات رب العالمي ده. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ربوبية توحيد وياد الرب العالمي ويا أعمالي ويدا تشتك أوي يراتميش كليات ويادا تك بقري. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية تجري الرب العالمي بتن عبادته ذا قشكي عبادته قشكي ذا تك بقري. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. توحيد أسماء الصفات تجري الرب العالمي اسم وصفاته ويدا تك بقري وان اسم وصفاته صادج الرب العالمي را قريدي.